وابعتهم لك الاسبوع اللي جاي يا حاج. طبعا مش هنحسبه بحساب البنك. بلاش منقره بقى الله يكرمك. منقره ايه يا دكتور؟ ده انا بخدمك. انت لو حسبتهم بالسعر اللي بره البنك هيفرقوا كتير قوي قوي. تفرق في ايه؟ تفرق كتير يا دكتور. سعر البنك اقل من السعر اللي بره يجي 5 ساغ وساعات 7 ساغ. اضرب بقى 7 ساغ في 5000 جنيه، شوف تفرق معاك قد ايه. انت بتتكلم بجد؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا دكتور. خدهم الاستاذ والاستاذ، كل الحجوزات اللي فاضله مش قبل 5 ايام. يا استاذ عايزين نرجع على حياتي. انا ما فيش في ايدي حاجه يا جماعه، وانا معايا تذاكر مخبيها. تذكرت الف شكر الف شكر. يا عم انا مراد عتاول فتحي. اهلا استاذ وهدان، ازاي؟ امانه عليك تعدي على عيالة البيت وتديهم الالف ريال دول، انا كده خلاص مش هينفع عندي. انت تؤمر يا استاذ وهدان، بس كده كده هسافر بعد 5 ايام ان شاء الله. احنا فين والخمس ايام فين؟ ان شاء الله اكون اطمنت عليهم، وانت برضو لما تشوفهم اطمني. وتلاقيك قلت توفر ثمن التذكره برضو يا استاذ وهدان. لا والله انا كنت ناوي، بس انت شايف اللي حصل. وعلى قولك اوفر قرشين لزوم الحياه اللي غليت في مصر دي. يا سيدي ربنا يعطيك ويعطينا يا رب. يا رب الالف ريال دول اديهم للعيال. ما انت عارف انا من اسكندريه مش من مصر. معلش يا استاذ وهدان، ممكن تخلي صاحبك تودي الفلوس دي للعيال؟ الحاج فتحي ده راجل خدوم وحته سكره، خد دول معاك والنبي. حاج فتحي انا تحت امرك يا جماعه يا اخوانا. اي حد عايز يبعت فلوس لمصر انا تحت امره، واللي ما اعرفوش قبل اللي اعرفه، واللي من اسكندريه قبل اللي من مصر كمان، انا تحت امرك. يا جماعه يا جماعه يا جماعه لو سمحتم، انا ضامن الحاج فتحي وفلوس كوبر ابتي. لو سمحتم نجيب ورقه وقلم عشان نكتب المبالغ والعناوين. طبعا ورقه وقلم عشان الحق حق. لحظه دي فلوس ناس. بالراحه بالراحه. اول واحد خد يا سيدي كام؟ 1000 دولار. اسمع حضرتك، ايه ده؟ ايه كل الفلوس دي يا فتحي؟ انت سرقت سرقه يا راجل ولا ايه؟ سرقت ايه؟ يا بدري اللفظ ساعة، شايفاني حرامي ولا انت متجوزه حرامي؟ عموما دي فلوس ناس بعتينها معايا مصر. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، كام العروسه دي؟ 6 جنيه واللفه هديه من عندي كمان. الله يبارك فيك. على البركه. ها يا بسم الله. معاكش 2 جنيه يا محمد؟ اه معايا. مش عايز تغير الريالات دي؟ لا والله، ده انا محتاج فيهم 500 ريال كمان. عقبال املتك راح انا ومراتي نعمل عمره. مبروك مقدما. طب عايزهم دلوقتي؟ هما ايه دول؟ ال 500 ريال يا ريت. بريزه زياده عن سعر البنك. بريزه مره واحده؟ ده على كده بقى خد الريالات اللي معايا وبلاش اعمل عمره السنه دي. ده احنا كده يا حاج ال 1000 ريال دول يعملوا 100 جنيه زياده عن سعر البنك. انتوا كده هتبقوا فاهمين غلط. انا لو هشتري منكم هتبقى زياده 5 ساغ بس، لكن لو هبيع لكم هتبقى 10 ساغ. قلتلي يعني انت لما تيجي تبيع بزياده 10 ساغ، لما تيجي تشتري بزياده 5 ساغ يا بلاش. ها قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله، لا هنبيع ولا هنشتري. يلا بينا يا محمد. طب والعروسه؟ تتربى في عزك. يلا يا محمد. ايه يا حاج مالك حرنت على الراجل ومشيت على طول كده ليه؟ بالعكس، ده انا خدت اللي انا عايزه وزياده كمان. اخدت ايه بقى؟ انت اللي بعت ولا اشتريت يا حاج؟ ازاي بقى؟ ده انا عرفت سعر العمله ماشي في السوق ازاي، ولو دورنا كمان شويه هنلاقي سعر احسن. اه بس انا ما اعرفش غير الراجل ده. هو انت يعني كنت يا محمد تعرفه قبل كده؟ لا. خلاص هندور على غيره وان شاء الله هنلاقي احسن واحسن كمان ان شاء الله. يا استاذ حاج. يا استاذ بص، بعت الصبي بتاعه يجيب لنا سعر زياده. ايوه حبيبي. لو عايزين تعرفوا مين عنده اعلى سعر اقول لكم. يا ريت قول عشان اقول اخد جنيه. هو نص جنيه مفيش غيره. ماشي. طب قول. هات النص جنيه الاول يا ابني. الاول هات بس النص جنيه. قول بس قول. عند حسان بتاع السندوتشات اللي في ميدان الجيزه. هات بقى الفلوس. طب اسمع بس، انت اسمك ايه؟ محسوبك حامد. هسألك على سؤال تاني يا حامد، لو جاوبت هديك جنيه مصح. تحت امرك يا حاج. ولو طلعت بتعمل عليا مصلحه يا حامد هاجي اخد الجنيه ده من عينيك. عيب يا حاج، خد كلامي ثقه. ماشي يا حامد. دلوقتي بقى انا لو حبيت اغير 1000 ريال زي ما يكون غير 2000، زي ما يكون غير 5000 ريال. بص بقى يا حاج، انت لو معاك فلوس كتير ممكن تتفاهم معاهم. وانت وشطارتك بقى يا حاج. طب خد يا حامد. ايه ده؟ ما في نص جنيه تاني. اه صحيح، هات كمان نص جنيه يا محمد. ماشي خد، هات النص جنيه ده جنيه. حسابي يجمع. الا بالحق، الوقت احنا لما نروح لحسان هنسال على مين هناك؟ اسالوا عليه هو بس، مفيش حد بيبيع ويشتري عمله غيره. حلال عليك يا ابني. كده تمام. سلام سلام. يلا بينا هنخش على حسان ده نقول له ان احنا معانا 2000 ريال وعايزين نبيعها، نعرف السعر كام وبعد كده نشوف بقى لو هنشيل ال10 على بعضهم هيدفع كام. لا مش هنعمل كده،
امال هنعمل ايه يا حاج؟ اقول لك يا محمد، صل على النبي، احنا معانا 10000 ريال وان شاء الله هيبقى في زيهم تاني وتاني. ربنا يزيده ويبارك. الله يبارك فيك يا حاج. 2 شاورما واحد بيض بالبسطرمه 60 قرش ان شاء الله يا حاج. عايزين 4 شاورما يا معلم. خدت ولا عايز؟ عايز يا معلم. كل الاول وبعدين تعالى حاسب. لا يا معلم احنا كده مش هنعرف نتكلم يا حاج. لا يا عم هنعرف نتكلم. كنت بتقول لي انت معاكوا 10 وفي زيهم. احنا سالنا وطقصنا وعرفنا ان انت بتبيع بقى على سعر، عشان كده انا واخويا واحد شاورما بالبسطرمه 35. ما كتبناش خبر وقلنا لك على طول بره مش هتعرف تجيب اكتر من 6000 ريال. انا اديك 7 وانت بتقول لي ان في زيهم، هديك 7.5 يا عم. ايوه بس احنا اجلنا من بره 10 يا حاج. يبقى روح غير من بره يا عمي، ولو جبت 10 سعر في الريال ها انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. لا انت معاك حق يا حاج، احنا جالنا 5 سعر بس. ايوه تعالى دغري معايا عشان نعرف نشتغل مع بعض ونرزق سوا يا عمي. وانا هاجي معاك دغري، انا هاخد منك 8 سعر من 7.5 بس على شرط كل اول شهر هجيب لك 10000 ريال ويمكن اكتر كمان. ماشي، بس لو ما جبتش بقى الفلوس بعد شهر يبقى تيجي تديني التعريف الفرق يا عمي. اتفقنا. موافق، بس حاول انك تخليها قبل شهر. سيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما كان في لازمه تتعب نفسك وتيجي لحد هنا يا حاج فتحي. يا سيدي الامانه اللي انتوا امنتوني عليها لا تقل اهميه عن الامانه اللي انا جابها لكم معايا من مصر. امانه؟ امانتي؟ جوابات الناس اللي استلموا الفلوس بيطمنون كل الفلوس وصلت وعلى دير المليم. الحمد لله رب العالمين على دير المليم. يا حاج فتحي يا حاج فتحي احنا مطمنين من ساعه ما اديناك الامانه، وبعدين الولاد في مصر كلمونا في التليفونات. يا استاذ وهدان امعانا في الايمان والثقه. افهم من كده انك جاي للمدرسه مخصوص عشان اتاكد من امانتك؟ الثقه والايمان بالله حاجه واحده لا خلاف يا استاذ وهدان. ربنا يكرمك ويبارك لك يا حاج فتحي. ويبارك فيك. انت عارف الواحد بتجيب القرش هنا بتضلين ويدخل في حسبه برمه ما يبقاش عارف هيصرفه ولا يوفره، ونوفره هيوفره فين وازاي، وحسابات. لذلك انا قلت اريح ضميري واجي اطمنكم بنفسي. يا حاج فتحي دول مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين الفلوس وصلت وبسرعه كمان. لا ده ممكن توصل اسرع من كده كمان وكمان. لا 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 ما اظنش ان في اسرع من كده. بالتليفون يا استاذ وهدان، بالتليفون. بالتليفون كمان وقبل ما تدفع الفلوس انت عايز توصلها لمصر، وبعد ما تطمن الفلوس وصلت كمان وبدفع براحتك. ياه للدرجه دي؟ الحقيقه يا استاذ وهدان انا ما وصلت الفلوس للجماعه في مصر وشفت احوالهم قلبي اتحرق، واليومين اللي انا قاعدهم في مصر بقيت مش مرتاح ولا انا عارف انام ولا اكل ولا اعمل اي حاجه، لغايه ما ربنا الهمني الوسيله تيسر بيها احوال الناس في مصر. فعلا المصريين دول ولاد حلال، ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الحال وساقهم لراجل بركه زيك يا شيخ فتحي. الله يبارك فيك ويكرم اصلك. المهم يا استاذ وهدان انت لو حبيت تبعت فلوس لمصر او اي حد من زمايلك او اي حد من معارفك انا تحت امرك، كل اللي عليك ان انت تكلمني في التليفون وتقول لي المبلغ كام وعايز تبعته لمين وفين، وان شاء الله هيوصل. وامانه عليك ما تحرمنا من الحسنه دي لا ليا ولا ليك. اتفضل اتفضل يا دكتور. انت واخدنا على فين يا حاج؟ الكبسوله دي ما يدخلهاش غير الناس الغاليين وبس. ايوه بس يا سيدي معلش. انت شرفتها وباركتها، هتكبر والله وتبقى اوسع من كده. الله يبارك فيك يا حاج، ربنا يكرمك. بس على ايه ده كله يعني؟ اروح اجيب لك في عمارتك شقه حلوه كده واسعه اعمل بيها ايه؟ انا اهم حاجه عندي في الدنيا دي كلها الستر والتليفون. احنا تجار فلوس، واهم حاجه في التجاره دي ان العين ما تبقاش عليك. لا اله الا الله. بس اسمح لي يا حاج اختلف معاك في الحكايه دي. اختلف زي ما انت عايز، انا كده وهفضل كده. بص انا ممكن اسكن اهلي وناسي في قصر كبير، لكن لما احب اشتغل اشتغل برضه في الكبسوله. يا سلام يا حاج، ربنا يبارك لك في الكبسوله ويجعلها قصر في عينيك وفي عينينا. انا عامل بقى شويه تليفونات عشان اجمع لك المبلغ اللي انت عايزه. قول لي انت عندك تليفون في البيت؟ الحمد لله عندي 4 في كل بيت واحد. شكلك متجوز 4.